السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. مدخيل اسكندرية، أجدد التحية لحضراتكم. وعنوان الحلقة: دعوات مجانية لمؤتمر الصيادلة السابع. أنا بصراحة جالي مجموعة من الدعوات المجانية لمؤتمر الصيادلة السابع بفندق هيلتون بالقاهرة 7 و8 و9 مارس الجاري، فأنا عندي ظرف معين مرتبط بيه في الأيام دي، فالدعوات موجودة أهي. مؤتمر الصيادلة السابع، وفي معرض، والمؤتمر في هيلتون كايرو هيليوبوليس في الفترة 7 و8 و9 مارس 2020. أي حد من الصيادلة الشباب أو الخريجين الجدد يرغب في هذه الدعوات فليتفضل في مواعيد تواجدي من 6 مساء حتى 12 منتصف الليل يوميا عدا الجمعة. والصيدلية عنوانها اسكندرية الدخيلة خلف مسجد ناجي، صيدلية الدكتور محمد القفاص رقم 1، والعنوان موجود بجوجل ماب. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتم أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء، ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.